अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह हम पढ़ रहे हैं कुरान पाक का चौथा पारा इससे पहले हम सूरह आले इमरान का आयत नंबर 180 तक पढ़े थे यानी रुकू नंबर 9 तक और आज हम पढ़ेंगे सूरह आले इमरान का आयत नंबर 189 तक यानी रुकू नंबर 10 तक तवाय अब हम शुरू करते हैं अऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب ال حريق سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت ايديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقه الموت كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لتبلون في اموالكم وانفسكم لتبلون في اموالكم وانفسكم ولا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولله وَلِ ملك السماوات والارض ولله وَلِ ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ولله وَلِ ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب ولهم عذاب اليم ولله ملك السماوات والارض والله علي كل شيء قدير صدق الله العظيم